المشكله، عايزين نخلينا في المشكله الآن الحاليه اللي يعني هي توصيف المشكله نفسها، توصيف زي مشكلة ما حضرتك قلت كده في الاول، توصيف المشكله نفسه زي يعني ما حضرتك بدات وقلت عندي ثلاث وزارات بيشتركوا في العمليه بتاعه امتحانات الثانويه العامه دي، الثلاثه لازم يسالوا، هنبدا منين؟ بس قبل ما اسال الثلاث وزارات انا هتكلم بعد احمد بيه. طيب احمد بيه. لا لا اتفضل. هي احنا عايزين بس لما نوصف المشكله نوصفها بـ 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 بشكل واقعي على الارض. بالظبط. انا عندي مشكله في فساد وزاره التربيه والتعليم. ووزير غير قادر على التحكم في هذا الفساد. مش هنغزف فيه هو شخصيا، ممكن يكون لا امكانياته كلها كده. او هو بيدي كل الامكانيات اللي عنده. لا وكل الوزراء الحقيقه في وزاراتهم. انا بتكلم دلوقتي على التعليم. الفساد بقدر. انا عندي على التعليم، لان انا النهارده وانا بتكلم على مشكله التعليم، انا لسه من اسبوع وزير الصحه مستشار هو سيادته اللي معينه طلع وطلع مرتشي ب 4.5 ولا 4 مليون جنيه وراح النيابه وخد 15 مليون. بس كل الوزراء بيواجهوا الفساد يعني بدرجه او يعني انا عايز كمان المواجهه تبقى كمان بشكل تاني. يعني انا كنت اتوقع من وزير الصحه في وقعه زي دي اول ما تظهر كده انا استقالتي اهي. لان انا ما قدرتش مستشاري، ما قدرتش حتى انا اتابع مستشاري، يبقى انا هتابع ازاي اللي في الصعيد واللي في اسوان واللي في اسكندريه واللي في مطروح. طب كنت تتوقع برضو ان وزير التعليم في وقعه زي دي يقدم استقالته؟ ما هو هيقدم استقالته كده كده بس بعد الامتحانات دي ما تخلص، لان احنا في مجلس النواب حتى لو ما قدمش استقالته احنا في مجلس النواب هنتفق طبقا لماده الدستور 131 من الدستور بتقول ان عشر المجلس عضو من المجلس واحد بس يقدم استجواب وعشر المجلس وعشر الاعضاء اللي هم 60 نائب تقريبا يوافقوا على سحب الثقة من الحكومة أو يبدوا رأيهم باقتراح بسحب الثقة، وبعد كده بعد مناقشة الاستجواب يتخذ رأي المجلس بالأغلبية، ومش بأغلبية الثلثين، بأغلبية الحاضرين في المجلس، يبقى إقالة وزير التربية والتعليم. أنا النهاردة انتوا شايفين الحدث جلل يعني؟ الحدث جلل كلمة يعني حضرتك يعني وصفتيها صح، ولكن يمكن أكبر من كده بكتير، لأن الحدث ده بيخص إيه؟ ما بيخصش واقع بس. إحنا في الواقع لا في وزارة التربية والتعليم قدرت تواجه الدروس الخصوصية طول السنة، والأسر اللي بتدفع دم قلبها، والأسر اللي هي اتدينت علشان تدي ولادها دروس، ولا قدرت تواجه مدرسة تدي درس صح، ولا قدرت تواجه مدرس يقوم بواجبه، ولا قدرت حتى تدي المدرس حقه عشان يقوم بواجبه. يعني النهاردة مدرس بيتظاهر انه بيقوم بواجبه، وحكومة ودولة بتظاهر انها بتديله حقه، وبين التظاهرين دول ضاع التلميذ، والتلميذ ضيع اهله، ما اهل التلميذ نفسهم ضاعوا معاه. وبعدين تيجي في تسريب الامتحانات النهارده ثانويه عامه، طول عمر الثانويه العامه دي بعبع، واحنا مسمينها بعبع من 20 سنه، احنا مش هنقول وزير دلوقتي. لكن ايه الخطوات اللي اتعملت علشان الثانويه العامه دي ما تبقاش بعبع؟ جت سنتين خلوهم بعبعين، ثانيه وثالثه. جم رجعوا ثاني للسنه النظام الواحد. ليه انا كوزير التربيه والتعليم اول ما اوصل ما احطش في دماغي ان انا عندي شماعه بحط عليها زي كل الوزراء؟ يقول لك اصل انا ما فيش فلوس، ما الميزانيه الموازنه. تعالوا يا ساده يا نواب زودوا لنا الموازنه. طب انا ازود لك منين؟ هو داخل الناتج القومي. والرئيس كل شويه عمال يقول يا جماعه نشتغل، يا جماعه نشتغل في التصدير، يا جماعه. ده انا كنت لسه بقوله للاستاذ عاطف. خلاص هي ما فيش، حضرتك قلتيه دلوقتي، ما فيش فلوس الا كده. الوزير اللي قادر يشتغل على قد ده ويدي الحاجه على قدر مجهوده اللي ترضي الناس وترضي الشعب وترضي ربنا قبل ده كله يخليه. انما ما يقولش انا عايز زياده، مفيش زياده. هي دي الموازنه اللي موجوده في الدوله. النهارده لازم انا ادي وراقب واتابع واشتغل. وبعدين ايه المانع ان احنا ما نبصش لتجارب الاخرين اللي سبقونا؟ بالظبط. لا ده ليه ما ننقلش؟ انا ده اللي كنت لسه هقوله لحضرتك، انه في